في حركة شفتها ما شفتهاش قبل كده. فين؟ إن حد ياخد سيلفي مع الزعيم. آه أنا عامل لك فولو على الفيسبوك يعني عشان الفريند ريكوست أكيد مقفول عندك، فعامل لك فولو. فقلت الزعيم يعني فكرة إن حد يتصور مع الزعيم دي أه بنشوفها، لكن سيلفي وفكرة مطرقعة. وبص أنا متهيألي أنا أكتر واحد اتصور مع الزعيم عادل إمام في حياته كلها، أو ومحدش في حياته صح. يعني ممكن ولاده بس اللي اتصوروا معاه قد ما انا اتصورت عليه. واللي انا اسمعه كمان ان هو يعني ما بيحبش التصوير كتير، ما بيحبش هو يتصور مع حد فاهمني. بس هو كان حبيبني، وكان كنا بنقعد على طول قاعد معايا في الاوضه في ايام التصوير، عشان كده قربنا من بعض، عشان كده طلع مسلسل حلو. بس هو كان في موقف لذيذ معاه، كان لسه في بدايه قعدتنا مع بعض، فقعد بيتكلم معايا، وبعدين جالي رساله على الموبايل، فببص كده قال انت بتبص في تليفونك وانت قاعد مع عادل امام؟ انا مش عارف رد فعلي يكون ايه، فعملت قلت له كده، فقال ده انا بيدفع فيا تذكره 200 جنيه عشان يشوفوني من بعيد، وانت بتبص في موبايلك وانا بكلمك. راح سابني وقام. يا نهار ابيض، وانا مش عارف اعمل ايه. دخلنا الاستوديو لقيته بيكلمني عادي. اه ده كان افيه اللي هو ما قفش. اه بس هو يعني كان عاملها جد. ايوه ايوه فاهمني. وطبعا بعد كده بقى ايه، اجي اقعد معاه في الموبايل خالص. ارمي الموبايل خالص، مش عايز. ورا الكاميرا اكيد الوضع مختلف مع عادل امام صح. عادل امام بيحب الممثل الكرييتيف، الممثل اللي يقول افيه صح في مكانه، مش اللي يقول كتير وخلاص. يحب اللي يحترم مواعيده ويحترم عمله ويحترم شغله. يعني هقول لك حاجه غريبه جدا، انه يستحق فعلا لقب الزعيم، ان احنا بنقعدين الصبح مع بعض تلاقيه اتصلوا لي بفلان او فلانه ممثل صغير، انا مش فاهم، تروح واخد تليفون. انا شفت امبارح ليك حلقه مش عارف ايه، عايز احييك عليها. اتفرج ومتابع يعني فعلا يستحق لقب. يعني ممكن اتفرج عليكم في الحلقه دي تلاقيه تاني يوم بيكلم حد فيكم. يا رب يا ريت. وانا كان ليا الشرف ان انا اشتغلت معاه، وكان ليا الشرف ان اشتغلت قدام عمر الشريف كمان يعني. طبعا.